ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك اهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشرهان. أشكال على ألوان، مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان. وهي الدنيا ناس غير إيه؟ ميك اب، روش، فستان، سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. معقولة نجيب باشا حضرتك هنا لسه موجود من امبارح ما روحتش؟ اصل انا في مرحلة خطر قوي. والله يا فندم، والله بنتعلم التفاني من سعادتك، كان الله في عون سيادتك. بس ما تقلقش حضرتك، انا عارف انت مشغول بالقضية دي قد ايه، انا وصلت لحاجة هتوصلنا للعصابة. قشطة 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 قشطة. يا فندم ممكن حضرتك تبص في الصورة دي؟ لازم دلوقتي؟ بعد اذن سعادتك. اتفضل. ايه مالها الصوره دي؟ الصوره دي اتاخدت النهارده لاحمد فهمي في مزاد علني بعد ما اشترى عدد نادر جدا لمجله ميكي ب 150 الف جنيه. اوه 150 الف جنيه، مش ملاحظ حاجه غريبه سعادتك؟ طبعا واضحه زي الشمس. اعملوا لي تحريات عن احمد فهمي، شوفوه جاب ال 150 الف جنيه دي منين، مع انه ما عملش حاجه السنه دي في رمضان. فلوس الاعلان يا معلم، واضحه زي الشمس. يا فندم بص ورا احمد فهمي. بص ورا ازاي يا ابني؟ ده في الصورة نيلي وشريهان واقفين ورا احمد فهمي. نستشف من كده ان احمد فهمي هيعمل الفوازير السنة الجاية مع نيلي وشريهان. برافو عليك يا احمد، انت حسك الامني تطور جدا والفني كمان. برافو 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 يا فندم. نيلي وشريهان بتوع العصابة مش بتوع الفوازير. ايوه ايوه واضحة، بس هو وصله في اول الكادر وحضوره قوي واخد منهم الصوره يعني انت عايز مني ايه بقى؟ ايه علاقتك باحمد فهمي؟ عايز ايه يا فندم؟
احمد فهمي شكله كده هو ضربتهم اللي جايه. ما هو ده اللي انا بحاول اوصله لك من الاول وانت مش مركز معايا. مفيش اي تطور لا في الحس الفني ولا في الحس الامني. يا اخي اتفضل اتفضل اعطي مني الدور. ادينا جينا هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيله ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص. شيرين انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل. الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في السبا. يا جماعه يا جماعه احمد فاهم اهو. ازيك اخبارك؟ سنة طيبة ولا يهمك خالص ولا يهمك. اهلا ازيكم اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. اوكي طبعا. ميرسي جدا. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكره وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شريهان وتروحوا الحفله ورا احمد فهمي وانا هطلع انا وهاني فوق الاوضه بتاعته هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم اوضته منين؟ دي بقى سيبوه عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكرة يا هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقة الكريون دي. الله بالخير. أهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. أهلا وسهلا. أبي أعرف غرفة الفنان أحمد فهمي. وأنا أبي فوق الشجرة. لا تؤاخذه يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور الـ 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هتكون رقم كام؟ رقم أيوة بس أنا كنت عايز أتشرف بحضرتك. اه تتشرف بينا. اني ال اني اسمها اني ما انا 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 الامير محمود سليمان امير نزلة السمان وهذا شيخ العرب همام. ايوه 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 ايوه. طب ما تقول له ايه ايه. طب بص دي ايوتش ايوتش ايوتش. معنا هديه من امنا الشيخه نعسانه. نبي نعطي هذه الورود النادرة الوجود للفنان أحمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الأميرة نعسانة. نعسانة نعسانة. كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكلة هيكسبها لنا وإحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير. ما يصير هالحكي. ما يصير. تبوظوها. هذه ورود رقيقة تحتاج معاملة. طيب هستأذنكم بس أسأل المدير وأجي أرد عليكم. أخويا تشيك مع المدير. تشيك تشيك هيا. ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه ده مش خليجي؟ ده خليجي 100 100. احنا ما بنقولش خليجي ما تكذبش على نفسك. خليجي والله يا ابني انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخليج واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كيف ما تسوي رقم احمد؟ عايز ابقى الحقيقة رقم نعم احمد. نعم المدير قال لك مو يصير. الحقيقة قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك مو يصير. كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان يا سعد يا إكرام. معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور. أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خوي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟
كيفتش؟ يا اخي ارحمكم الله. كيفتش؟ اعديه اعديه يا خوي. اخي خد علاج. مو ينفع يقوم ويصير واحنا جايين الاول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. انا وجه الكنجرو؟ اي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه اهانه ما يمحوها الا الدم. الا الدم؟ نعم الدم. وين؟ خذ سلاحك. وينه؟ خذ سلاحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسماء يا 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 جماعة يا جماعة من فضلكم تخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. اين الجواهر؟ منك لله يا شيخ بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟ يا سلام يا اخوي. انت حويد انت قوي يعني يا ابني. ما انت زي ما انت. شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو. البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجالة اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانه انا لا مؤاخذه. طب ولا مؤاخذه، احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ حاضر خلاص، خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس، عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني أغنية خليجي لحسين الجسمي. أما براوة براوة أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يانا. أنا سبونج بوب أنا سبونج بوب أنا سبونج بوب سفنجة ودلوني. أنا سبونج بوب أنا سبونج بوب أنا سبونج بوب أصفر كموني. أنا سبونج بوب. الفراشة البيئة دي، ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يا شيرين اسكتي انت وهاني بتاعك ده. الواد وانا بكتفه اديت حشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تقضني؟ يخرب بيتك هو انت. معلش معلش، بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا التلاته. عملنا كوي بيست. شيرين عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هاي سويت. طب اداهي بقى لحسن يعرفنا ايه اللي جابه ده. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيه. ثانيه واحده معلش. المدام ده وقته ده ده وقته. الو ها شوش. أياض يا هاني، بقولك ايه، خلي بالك عشان عم ده بينا. ما انا عارف، ما هو ضاحي معانا. ضاحي؟ ضاحي بيعمل معاكوا ايه؟ الله يخرب بيتك. ما تقلقيش، على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. ياض ما هو كل مره بيقولوا كده. ياض ما تقلقيش، المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني، ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي. بقولك ايه، هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت انا اتغيرت. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه تليفون، عايزين نخلص بقى. الو بقولك ايه، خلي بالك نيلي وشريان هنا. ما انا عارف، ما هو هاني وسيف معايا. معاك بيعملوا ايه يا متخلف انت؟
ما تقلقش يا ابو الدهب، ايه كله تحت السيطره. سيطره ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى يا ابو الدهب ايه؟ الله، هو كل شويه الشيبه مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه يا ابو الدهب ايه، عشان هخش الحمام لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه، مع السلامه. يا ساتر. قال لك خلي بالك من هاني وسيف. اه بصوا بقى، ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ قال لي متخيل. طب عادي يا عم. بصوا بقى، ادي كشف ارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي ماشي. الاوضه رقمها 2305. طيب ده بقى انا اخربش الكارت، يطلع لي رقم ادخله على الباب يفتح. دخله على الباب ايه ويفتح ايه يا ابني؟ انت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعه انتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الايه؟ ممغنط. طب خليه معاك انت. في ايه ده ممغنط؟ ما انت عيل ممغمط، فخليه معاك انت احسن. يا جماعه ما تمغنطوناش بقى، خشوا انتوا الاوضه سلكوا العدد وانا هقف لكم بره. انا دورجي لو حد جه هخبط واجري. ايه المعيله دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده وتجري تجري تخبط على الباب التاني وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. اه انت كنت بتعمل كده. ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس بعيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم انت كنت بتعمل كده برضه، تخبط وتجري. لا انا كنت بروح مع اصحابي اروح ارن الجرس صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. اه كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك علم مغمض؟ صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحبي انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقول لك ايه، وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. اه اه ايوه. واجيب بوسمان صلب كده واجرح بيه عربيات الناس كده. كنت مؤذي. ايوه. مجرم مجرم. خلاص بقى خشوا بقى، يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا يعني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده ويطلع نار جامده جدا، اقسم بالله بجد وحياة ربنا ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده فتح فعلا الباب؟ ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يعني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيتكو الحديد ابو جنزير يعني ده هيفتحه؟ بالظبط. خده يعني. ليه خالص؟ اه خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه، ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. انت اخويا يالا. تعالى بس. اوبا. شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اه اوضه علاقه. اه الواحد بقى ايه يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما تدور نقلب الاوضه كده. اه صح. ايوه ايوه عشان احنا نلاقي الحاجه. صح. امال هنلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه. عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش الحاجات كده. ماشي ماشي عندك حق. انت بتعمل ايه؟ أيسو يا رب يطلع على قد يا رب. على قد. ايه ده تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله. خده. الله والله انت واد جدع. خد ده بقى اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هيلبس اخضر. طب خد خد ده اديه لمحسن. اه الاصفر حلو. انا عارف دماغكو. بس انت تعرف خلي محسن منين؟ إيه؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ اه انا بنسى اصلي معلش. شيل دول هنا ودول هنا، فكرني بيهم. ماشي؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشهير وبهير؟ اه هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هم التلاتة. ايوه هم التلاتة عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيه فقرة أو حاجة. اوه يلبسوها وتعالى. أو ده بتاع شيكو بس على فكرة. ايوه العسل ده. ايوه. هاتوا نساوموا عليه ده. ولا هاني ايه؟ بص ده بقى يكمرك في الشتاء. قيسه كده. حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها؟ هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد. ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه باله في قلب الشنطه بس حاجات حلوه.
أنا شاكر لمستر شاكر على دعوتنا النهاردة، وبشكره أكتر لأنه وثق فيا ومضاني برنامج في قناته الجديدة. والله العظيم والله العظيم ده أكتر راجل خير شفته في حياتي. استغفر الله العظيم يا رب. مفيش محتاج خبط على بابه ورجع مكسور الخاطر. مفيش زميلة أو فنانة نزلت من شقته مش واخدة حقها وزيادة. وده اللي شجعني عشان أمضي معاه برنامجي الجديد. وعلى فكرة اللي هيقدم معايا البرنامج ده مستر شادي شاكر. احنا يمكن استقرنا على اسم مبدئي للبرنامج وهو انا وشادي، اتربينا سوا، لعبنا على الحبل وركبنا الهوا. البرنامج ده ممكن الناس تقول مستر شادي بيقدمه معايا كمحسوبية او واسطة عشان ابن صاحب القناة. انا بقول لكم لا خالص، والله العظيم والله العظيم كمان مرة، لا واسطة ولا محسوبية. استغفر الله العظيم يا رب على الحفنات الكذب دي. كان في اسامي كبيرة جدا مرشحة انها تقدم معايا البرنامج، زي استاذ وائل الابراشي، استاذ معتز الدمرداش، استاذ جابر القرموطي، استاذ توفيق عكاشة. اظن بعد الاسامي دي كلها عرفنا ليه اخترنا مستر شادي. حاضر يا باشا، حاضر، قدامك، هجيبها من الاوضه بسرعه بس واجي. الحقيقه شرهين ده هيطلع الاوضه. طب تفتكر جوز الخيل اللي معانا دول خلصوا اللي بيعملوه ولا لسه؟ اكيد لو كانوا خلصوا كان سيف هيكلمني. يا مصيبتي يا خرابي، الهم مكبب على بابي. وبابي انا كمان. هنعمل ايه؟ مش عارفه، بس ده ما ينفعش يطلع، لازم نثبته هنا. انا هتصرف، تعالي. احمد فهمي، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ممكن ناخد من وقتك بس 5 minutes؟ معلش انا لازم اطلع الاوضه بسرعه عشان اجيب حاجه وهنزل على طول. لا ده هم 5 دقايق، مش ناخد من وقتك كتير. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في حد مضايقك يا فنان؟ في ايه؟ انتوا معاكم دعوات؟ ها انت ازاي بتكلمنا كده؟ انت مش عارف احنا مين؟ انتوا مين اصلا؟ احنا الفهماويين. فهمة ايه؟ الفهموية. يعني رابطة محبي احمد فهمي. بجد؟ هو انا في حد اصلا بيحبني؟ ايوه طبعا، انت عندك فانز كتير جدا. احنا عاملين لك بيج على فيسبوك فيها انا وبنت خالتي ولايك 3 كمان اصحابنا. لا لا، ونسيتي شهاب وعلي ولاد طنط اعتزال بيحبوك. شهاب وعلي؟ طب امسك انت، اخلع خلاص. مش مشكله، انا جيت في وقت مش مناسب. اتفضل اتفضل. امروني خير حضرتك؟ انا اختي صوتها حلو قوي ونفسي تسمعها. طب انا هطلع بس بسرعه اجيب حاجه وهنزل. اعملي فكره تسول تسول. سعاده البي، على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه. انا بغسل الكلى وكان عندي جلسه النهارده وما رحتهاش عشان اسمعك صوت اختي اللي فيها شبه من غدا عبد الرازق دي. لو سمعتها وهي بتغني اغنيه بونسواري مش هتندم صدقني. طب 5 دقايق وهنزل اسمعها والله العظيم. انا مش ضامنه اعيش ال5 دقايق دول يا بيه. ما تعيطيش يا غيضه. لا حول ولا قوه الا بالله. حسب ان الموضوع انساني، انا هخليكي تغني. هتطلعي دلوقتي حالا تركبي مسرح وتغني، بس على شرط واحد بس، تقولي ان انا جايبك هديه لابن صاحب القناه. انا مصدومه فيك، انت ازاي مش طيب؟ مش زي ما بتطلع في التمثيل والانترفيوز. امال ايه، بكره لما تخش الشغلانه هتعرفي انها ماشيه كده. الجهاز حلو على ما اقدمك. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتي بيعمل ازاي يا نيل؟ خلاص مش مهم، المهم انه مش هيطلع الاوضه. احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالي. مش لاقي اي حاجة، وانت هتفضل نايم كده بس سايبني ادور لوحدي؟ مالك يا سيف متعصب ليه؟ متعصب عشان احنا في الدور 23 وانا عندي فوبيا اماكن مرتفعة. الله يقطعك ويقطع فوبيتك. فوبيا اماكن مرتفعة واماكن منخفضة واماكن سياحية، كل حاجة فوبيا. ممكن تبطل كسل وتقوم تدور معايا؟ مش كسل يا ابني، مش كسل، هو السرير بيسحب كده وبيخليك مش عايز تعمل اي حاجه. يا سلام، يعني السرير بيسحب، يعني انا لو جيت جنبك دلوقتي يا نعيم. بجد مش قادر، ده مريح قوي يا هاني. جامد صح؟ جامد جدا. لسه بقى هظبطك دلوقتي. هتظبطني ازاي؟ هنطلب 2 مساج يمغنطوك. انت متخلف يعني، واحنا معانا فلوس للمساج يا ابني. ما هو الحساب على صاحب الاوضه. ايوه صح. طيب افترض طلع عندي فوبيا من المساج. ممكن ما يبقاش عندك. وممكن يبقى عندي. وممكن ما يبقاش عندك. جمد قلبك، النور هيام عينيك.
مفتاح باب الأوضة قصادك مد إيديك. يا عم اخلص بقى، أنا عندي فكرة. إيه؟ طالما إحنا مش هندفع فلوس وأي حاجة لينا، إحنا نجيب أكل. أنا بقالي كتير أوي ما أكلتش وجعان قوي، وكل الأكل اللي بناكله معفن قوي. ماشي، بس ممكن يكون عندك فوبيا من الأكل، يعني ممكن يكون عندك فوبيا من الخضار مثلا. لا لا، أنا ما عنديش فوبيا من الخضار، أنا عندي فوبيا من حاجة واحدة في الخضار. إيه هي؟ القتة يا هاني. ومين يا ابني ما عندوش فوبيا من القتة؟ اطمن يا سيف، أنت إنسان كويس.